رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم حتى للحداش. كلام مسؤول نرحب زميلي أسامة الحكيري. أهلا وسهلا ومرحبا بك أسامة. أهلا وسهلا لبنى، تحية ليك، تحية لكل متابعي ومستمعي إكسبرس أفيمو في الشارع التونسي. كلام مسؤول اليوم باش نحكيو على مؤخرا في الويكاند اللي تعديت، كنا شفنا الكل الوثيقة الدعوة السادة الجامعيين لتحقق معاهم على خاطر ما عطاوش شهادة ماجستير أحد الطلبة مشاش كبه، وتمت دعوتهم للتحقيق والبحث معاهم في الموضوع هذا. باش نعرفوا اكثر تفاصيل على الموضوع هذا، على التطورات اللي صارت بعد ما خرجت وثيقه الاستدعاء هذه للاساتذه الجامعيين. هذوما معنا سيني زربت صالح، كاتب عام الجامعه العامه للتعليم العالي والبحث العلمي تبع الاتحاد العام التونسي للشغل، تعطينا اكثر تفاصيل. صباح النور سيني زار. صباح الخير ومرحبا بكم بمستمعات ومستمعي إكسبرس أفام. مرحبا بك سيني زار، شنو هي الوضعية اليوم؟ حاجة خلينا نقول بين استغراب واستهجان عند التوانسة وقت اللي شافوا وثيقة الاستدعاء هذه، السادة الجامعيين يتم دعوتهم على خاطر ثم طالب تقدم بطروحة ماجستير في تقييمهم العلمي للأطروحة هذه، يروا أنها ما تستحقش معناتها باش يتم الموافقة عليها، فالطالب يشكي بهم ويتم دعوتهم للتحقيق معاهم، تحقيق معناتها بوليسي في اطار عمل بيداغوجي. والله مانيش فاهم كيفاش نعبر عليه. والله والله نفس الشيء اللي انت ماكش فاهمه، نفس الدهشه ونفس الاستغراب اللي معناها عم كل التونسيين، كل الجامعيات وكل الجامعيين، معناها بدون اي استثناء. عدنا مستغربين ومستهجنين لهذا الشيء، لانه هذه يبدو لي حسب علمي، ربما تكون صارت قبل ما في بليش، لكن حسب علمي وحسب علم العديدين من قدماء الجامعة التونسية، معناها هذه سابقة انه يقع استدعاء اساتذة على خلفية معناها قرار علمي بيداغوجي في فرقة ابحاث وتفتيش. معناها صارت قبل ربما يقع إحالة ملفات من نوع هذا إلى المحكمة الإدارية، رغم أن نحن معناها نعتبره زاد كيف معناها خطأ الالتجاء معناها للقضاء، استحضار القضاء في الشأن الأكاديمي بصفة عامة معناها أمر غير طبيعي. إذن الزميلات هذوما الثلاثة قاموا بالعمل متاعهم كما يجب بكل المراحل، من المؤطرة إلى رئيسة اللجنة إلى من امتحنت، يعني ليكزاميناتريس داكوغ لونكادرونت ليكزاميناتريس لا بريزيدونت دو جوري، عملوا كل العمل نتاعهم اللي معناها باش الرأي العام يبدا عارف راهو تطوعي، راهو مجاني العمل هذايا، فهمتني، مجاني مناقشة هذه الرسائل، فهمتني، راهو مجاني. دونك قاموا بكل العمل نتاعهم، فهمتني، أسندوا عددا أقل بكثير من 10 على 20، وحسب النصوص المنظمه للماجستير لا يمكن الحصول على 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 شهاده الماجستير نتاع البحث وكملوا العمل نتاعهم من شهر مي اللي فات. الحكايه معناها تمت في شهر مي، تفاجئنا في اليوم العالمي للمربي 5 اكتوبر يوم العالمي للمربي اللي عاده معناها هو يوم معناها يقع الاعتراف فيه معناها من طرف المجموعه الوطنيه والمجموعه الدوليه بفضل المربين في كل في كل في كل في كل المراحل، فهمتني، يقع معناها مراسلتهم معناها عن طريق السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، واستدعائهم للمثول امام الفرقة امنية يوم الاربعاء القادم من بعد غدوة. بالطبيعة نحن كجامعة عامة ديك معناها بمجرد ما علمنا بالامر معناها تحركنا واتصلنا، بطبيعة نحن الاتصالات نتاعنا هي مع هاكلنا الأكاديمية يعني مع السيد العميد ومع رئاسة الجامعة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ورئيس جامعة تونس المنار اللي هي جامعة الإشراف على هذه الكلية، فهمتني، ويعني تداولنا ونلقاه، بطبيعة نلقاه نفس الموقف عند الناس الكل، فهمتني، الهياكل الأكاديمية الهياكل النقابية، وحكينا فهمتني نسقنا المواقف نتاعنا وتداولنا في الأمر. من الغد يعني يوم السبت معناها في اتصال هاتفي السيد رئيس الجامعة والسيد بعدين والسيد عميد الكلية، دونك يأكدوا لي أنه معناها الملف وقع حفظه ووقع أيضا إلغاء الاستدعاء. إذن هذا الملف طوي، لكن نحن
معناها الى حد الان بالحق تروماتيزي مصدومين. هو الدهشه سي نزار، الدهشه تقريبا عمت كل توينس، لانه حقيقه الموضوع بيداغوجي تربوي اكاديمي بالاساس، ما نعرفش فما هيكل اخرى وطرق اخرى اذا كان باش نحتاج على عمليه تقييم وغيره. هذه الحاجه نحب ناكد عليها، راهو الطالب معناها من حقه ان يتظلم، من حقه انه هو يقول لا ها انا معناها استحق خير من هكايا معناها، لكن الاشياء هذه التظلمات من كل نوعها فهمتني مهما راهي توظر فيها ساعه ولن اسك الاجراءات وقع احترامها. اذا ثم خلل اجرائي الطالب راهو عنده معناها هياكل اكاديميه اللي فوق لجنه الماجستير، ثم عماده، ثم مجلس علمي فوق المؤسسه، ثم مجلس الجامعه، ثم رئيس الجامعه، يعني موجودين بلان دو باليي فين معناها الطالب ينجم يقول انا راهو صار الخلل الاجرائي في الامر نتاعي هذايا، فهمتني؟ بالنسبه للقرار العلمي بيان سور القرار العلمي اللجنه هي التي تاخذ القرار العلمي، ما فيهاش هذه معناها نحن راهو في تونس مفخره الشهائد نتاعنا، الشهائد العلميه نتاعنا الوطنيه معناها من كل جامعاتنا ومن كل مؤسساتنا الجامعيه اللي عندها مصداقيه معناها لا يرقى اليها اي شك، فهمتني؟ دونك راهو علاش؟ على خاطر جوستومون نخدموا سلون مقاييس علميه، معناها ما نجموش ندخلوا راهو الامن، نستدرجوا الامن في قرار علمي، ما نجموش نستدرجوا القضاء في 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 قرار علمي. ويبقى السؤال معناها المطروح، معناها كيفاش وصلت المساله هذه معناها من لجنه نتاع ماجستير الى فرقه ابحاث وتفتيش، حقا معناها مصدومين، ونتمناو انه لا تتكرر مره اخرى اي حادثه من هذا القبيل. هذا اللي نأملوه سي نزار، مشكور جدا على توضيحات هذه الكل فيما يتعلق بالحادثة. إذن أسامة ربما خلينا ناخذ الإيجابي في الموضوع، أن الملف أغلق وحفظ الملف، هذا مهم جدا، لأنه حقا لو كان مشي الموضوع باش تولي سامحوني في الكلمة في التعبير مهزلة بيتم معنى الكلمة، معناتها أساتذة جامعيين يتم استدعاهم للتحقيق معاهم من البوليس كمشتبه بهم في نوع ما جريمة، شكون اللي حيبح باش يوجهوا له دعوة للتحقيق معاه؟ كان المشتبه به ولا عنده تهمة هكا ولا أي علاش؟ على خاطر خذاو قرار علمي بيداغوجي أنه رسالة الماجستير هذه ما تستحقش العدد هذا وتستحق عدد أقل. دونك حقيقة لو كان مشيت وتطورت الأمور تكون الحمد لله اللي تم حفظ هالقضية هذية وإيقاف الملف هذية، واليوم الطالب عنده الحق كما وضح سي نزار، وانه فما هياكل علميه مختصه داخل الجامعه للتظلم، تعاود تنظر من جديد في رساله الماجستير نتاعو وتشوف اذا كان الاستاذ هذا ظلموه في النوت اللي عطاوه له وفي العدد اللي منحوه له ولا لا، وهكا يكون خذا حقه بطريقه علميه وداخل الاطر الرسميه والاصليه للموضوع اللي لازم معناتها يتناقش فيه داخل أسوار الجامعة، الحاجة هذه ما تخرج من الإطار الأكاديمي البحث. أنا والله كان عندي سؤال، تمنيت لو كان يكون معنا شكون، وحاولت أنه يكون معنا شكون من فرقة الأبحاث معناتها العدلية اللي خاصة بالموضوع هذا، نحب نعرف على أي معنى، على أي فصل قانوني يرتكزها السيد هذا باش يجي يشكي. بس إذا معناتها أنا ما نعرفش نقرأ في جامعة، ما يعطيوني نعدي إكزاما ولا عندي سوتونونس نتاع تخرج ونقص فيها رسالة ماجستير ولا رسالة دكتوراه والهيئة العلمية رات أنه ما نستحقش، نمشي نشكي بهم معناتها عند الأمن؟ الأمن كيفاش قبل الشكوى هذه؟ نحب نفهم. هذا موضوع نجم يحلنا فيه بالقانون وسما نحكيو فيه، علاش لا ونحلوه او نفهموا كيفاش الاجراءات القانونيه اللي لازم تتبع في الموضوع هذا. مشكور جدا اسامه الحكيري، الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام. احنا هكا نكون وصلنا نهايه برنامجكم شارع تونسي، تحيه كبيره لمنال في الاخراج وسليم في الاخراج الرقمي. انا ما بقى لي كامش نقول لكم لبنى بدا في